تقرر خلق تكامل ما بين قانون الاستثمار ومشروع هذا القانون الذي أتشرف بعرضه عليكم اليوم من خلال تفويض الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن طريق شباكها الوحيد الحق دون غيرها في منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه للإنجاز المشاريع الاستثمارية. كما تعلمون يعتبر العقار مورد اقتصادي هام لا يمكن إنجاز المشاريع بدونه، مما يقتضي تثمينه، ولا يتحقق ذلك إلا بتسييره وفقا مقاربة اقتصادية محضة ترتكز على شفافية في معالجة الملفات الإرساء المنافسة النزيهة ما بين المستثمرين والمرافقة الحقيقية لهم إلى غاية إنجاز مشاريعهم. التزام الدولة بتهيئة المسبق للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالة عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي السياحي والحضاري تنشأ لهذا الغرض لرفع العراقيل على المستثمرين وسماح لهم بإنجاز مشاريعهم في الأجال المقررة. تكفل الدولة بمهمة توفير العقار الاقتصادي للمستثمرين في حالة نقص العقار العمومي بتأهيل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للاكتساب لحساب الدولة العقار العائد ملكيته للخواص.